متابعو في الجول، اهلا وسهلا بيكم وحوار خاص مع كابتن عمر عصر نجم تنس الطاوله المصريه وبطل افريقيا. اهلا بيك كابتن عمر، منورنا ومشرفنا في الجول. اهلا بيك يا اسلام، مبسوط جدا اننا في الجول النهارده معاك. خلينا بقى نبدا بالاولمبياد. اولمبياد 2024 فاضل تقريبا سنه خلاص على الاولمبياد ان شاء الله. ازاي بتحضر نفسك من هنا لغايه السنه ديت، وازاي هنشوف بقى كابتن عمر عصر بيعمل ايه في السنه دي كلها ان شاء الله؟ في الحقيقه الاولمبياد هي الحدث اللي كل رياضي بيستناه وبيتمنى ان هو يعني يتالق فيه. كان ربنا كرمنا الحمد لله في الاولمبياد الاخيره في طوكيو بدور ربع النهائي، وان شاء الله دي بدايه كويسه. من هناك ان شاء الله نبتدي ان احنا ننطلق لحاجه اكبر، احلامنا كبيره ان شاء الله في تنس الطاوله، ان ربنا يكرمنا باول ميداليه باذن الله تبقى لمصر، وتبقى كمان لتنس الطاوله، وحاجه تبقى للتاريخ ان شاء الله. واحنا واثقين ان شاء الله ان ربنا يعني هيكرمنا بحاجه كبيره زي كده باذن الله. هل ليك بقى دور مع المسؤولين في تنس الطاوله المصريه اللي تحط خطه في السنه ديت الاوضاع هتمشي ازاي، تحضيراتك للاولمبياد 2024 هتكون ازاي؟ مهم جدا يعني ان احنا نوضح للناس الصوره كامله، مش عن طريق ان انت دايما تبقى بتقول الايجابيات او السلبيات في طريقه شكوى او كده، لا احنا دايما بنتكلم سواء في مكسب او خساره. احنا دلوقتي بنحتفل ببطوله افريقيا الحمد لله، ولكن برضه مهم جدا ان احنا نبقى بنوضح للناس مدى التحدي اللي قدامنا. يعني احنا بنتكلم النهارده في الاولمبياد العالم كله بيتنافس على 3 ميداليات فقط، ذهب وفضه وبرونز. يعني الصين، يابان، المانيا، كل الناس دي بتحط خطط كبيره عشان ربنا يكرمهم بالثلاث ميداليات دول. انا بحاول دايما يبقى في حاجه بتميزني اقدر ان انا انافس فيها دول كبيره زي كده. فانا حاولت اكتر من مره ان انا اتواصل مع مسؤولي تنس الطاوله في مصر واوضح لهم ان الفرصه يعني عندنا دلوقتي ان احنا ان شاء الله نكتب التاريخ، بيكون عندنا ميداليات مش بس في الاولمبيك جيمز، كمان بطولات عالميه كبيره اكتر من اي وقت تاني. في تحديات طبعا موجوده، اولها موضوع الاعداد. احنا لما بيبقى عندنا بطوله كبيره الاعداد ليها كمان لازم يكون كبير، ولازم يبقى ليه خطه مسبقه بفتره زمنيه طويله، وهنا بتظهر دايما المشكله. يعني انا بحاول ان انا اوفق ما بين الارتباطات الدوليه في المانيا وما بين الالتزامات مع منتخب مصر، ولكن دايما الموضوع بيبقى بالنسبه لي تحدي كبير عشان ما بلاقيش خطه واضحه موجوده كل المنتخب يقدر ان هو يمشي عليها بشكل ثابت، بالذات في البطولات او المعسكرات. يعني خليني مثلا اديك مثال، احنا مسؤولين عندنا في تنس الطاوله مثلا بيتغيروا كل اولمبيك جيمز تقريبا. فالفتره من 2012 2016 احنا كنا بنطلع معسكرات خارجيه بمعدل 3 معسكرات في السنه، يعني حوالي معسكرين في الصين ومعسكر كمان في اوروبا. فاحنا بنتكلم مثلا في الاربع سنين دول ما بين لندن وما بين ريو دي جانيرو احنا طلعنا حوالي 12، انا اعتقد ان هم اكتر من كده بس تعال نقول 12. 9 سنين الاخيره من ريو دي جانيرو لغايه النهارده احنا طلعنا معسكرات خارجيه بعدد قليل جدا، وهو بالظبط معسكرين فقط خارجيه، والاثنين في المانيا والاثنين لمده اسبوعين، اسبوع كان في 2020 في بدايتها واسبوع في منتصف 2021 قبل الاولمبياد. فطبعا ده عدد محدود جدا. النقطة التانية برضو اللي أنا حابب أوضحها وهي برضو بتسبب لنا تحدي كبير، يعني نقطة الدعم. يعني برضو خلينا نقارن بين الفترة بين لندن وريو جانيرو، إحنا كان بيجي لنا دعم حكومي عن طريق الاتحاد كان تقريبا بيغطي 50% من الميزانية السنوية بتاعتي أو بتاعتنا بشكل شخصي، خصوصا أنا عايش في ألمانيا معظم الوقت. حاليا الدعم اللي بيوصل هو لا يكاد يغطي 1% من الميزانية الكاملة، ودايما يوصل متأخر. فاحنا بنحاول دايما مع المسؤولين بطريقة لائقة وبطريقة طبعا تكون يعني رياضية قدر المستطاع، ان احنا نحاول نقدم خطابات ونقدم جوابات سواء للاتحاد عندنا المسؤولين او للوزارة الدكتور أشرف صبحي، بحيث ان احنا نوضح لهم الأمر. خليني برضو أذكر بعض الإيجابيات اللي موجودة. يعني يمكن برضو اللجنة الأولمبية كانت عملت مشروع عشان تدعم الرياضيين بالذات اللي عايشين في الخارج، ودي حاجه بنشكر جدا اللجنه الاولمبيه عليها ان هم بداوا يعملوها. ففي طبعا بعض الايجابيات، ولكن لو احنا بنتكلم على اولمبيك جيمز ونتكلم على بطولات عالم لازم يكون التخطيط اكبر بكتير من اللي بيحصل. الصوره بالشكل دوت ممكن تكون بالنسبه للبعض قاتمه بعض الشيء، وتقول ان هي هتصعب عليك مهمتك في 2024 باريس.
فهل انت برضو عند نفس يعني هدفك وحماسك بان انت تحقق ميداليه اولمبيه لمصر، خصوصا انت في 2020 حققت المركز الخامس انجاز عربي مصري افريقي مع تاريخي، ففرصك في ان انت تحقق ميداليه ان شاء الله باذن الله ايه لو هنفترض جدلا ان انت خلاص فعلا انت داخل تنافس على ميداليه اولمبيه باذن الله؟ طبعا الفرصه موجوده، والفرصه بتزيد لما يبقى في عمل جماعي عشان نقدر احنا نستعد لبطوله كبيره زي كده. ولكن انا ماشي في طريقي، يعني انا معايا المدربين بتوعي، معايا التيم بتاعي سواء التيم الاداري او الفني او البدني، فان شاء الله احنا ماشيين في طريقنا. ولكن طبعا وجود دعم من مسؤولي تنس الطاوله هيسهل جدا الموضوع، وكمان عارف هيبقى الموضوع فعلا متصدق او موضوع حقيقي لما ان شاء الله يحصل انجاز. فتلاقي طبعا مسؤولين طالعين بيقولوا احنا عملنا واحنا يعني ربنا وفقنا البطوله كبيره. لكن حاليا اللي بيحصل ان احنا لما ربنا بيكسبنا يعني بيوفقنا ببطوله، بتلاقي الناس طالعه وبتقول احنا فزنا بالبطوله الفلانيه والفلانيه والفلانيه، وبعد كده تيجي تسال طب هل احنا استعدينا للبطوله ولا البطوله دي حصلت مثلا بالصدفه او حصلت عشان معظم الناس يعني عاملين معايشه في بلاد بره، زي انا مثلا عامل في المانيا، دينا مش في معظم الوقت بره برضو، خالد عصر في الدنمارك. فاحنا فعلا عايزين نبقى المجهود اللي احنا بنعمله بمجهود كبير عشان ان شاء الله كمان نتيجه جماعيه تكون كبيره. واحنا النهارده حتى في بطوله افريقيا، يعني حتى على المستوى الافريقي بقى عندنا تحدي كبير قوي. انت النهارده عشان تكسب بطوله افريقيا انت محتاج تكسب رقم 12 على العالم عشان تكسب. احنا قبل كده ما كانش عندنا حد في اول 50 على العالم، فاحنا محتاجين نشتغل شغل من نوع تاني خالص. طيب ايه ممكن اكتر حاجه انت شايف ان هي ممكن تكون بتعيقك في فتره السنه دي كلها ان انت تحقق حلمك في اولمبياد 2024 من كل الاطراف، يعني سواء من المسؤولين من اللعبه، اللي ممكن تكون شايف ان هو اكتر حاجه بتعيقك في الفتره اللي جايه او خايف منها؟ الاعداد. انا يعني لو اختار حاجه واحده فقط هتبقى هي الاعداد، لان الاعداد بيبقى بقى يعني شامل الخطه هنعمل ايه. يعني هديك مثلا مثال، احنا عندنا بطوله كبيره في تونس في اوائل سبتمبر ان شاء الله، ودي اللي هتاهلنا للاولمبيك جيمز. بغض النظر عن تصنيف اي لاعب، انت محتاج انك انت تكسب البطوله دي. عشان تكسب البطوله دي انت محتاج تكسب فريق نيجيري. في نيجيريا فريق قوي جدا على الورقه، يعني على الورق قد يكون بقوه مصر او ممكن يبقوا اقوى شويه من تصنيفيا او على الورق. الحمد لله في اخر منافسات احنا كنا بنكسبه، بس الوضع مش هيستمر كده. يعني احنا مش عايزين ناخد الموضوع يعني dont take it for granted زي ما بيقولوا، عشان فعلا لو هناخد الموضوع ناخده فعلا بجدية، وناخد الموضوع ان الموضوع بقى قريب فنيا، فلازم ان احنا يبقى عندنا ميزة تنافسية، وهي التخطيط والاعداد. الفروق اللي هي فروق الكورة والترابيزة اللي هنلعب عليها والحاجات دي، والاجواء بشكل عام، الاجواء في كينيا عاملة ازاي، في تونس عاملة ازاي، حاجات اللي زي كده لو احنا اتدربنا عليها بشكل كافي ممكن تديك ميزه تنافسيه كبيره قوي عن الخصم، تقدر انك انت تخش البطوله وانت كعبك عالي عليه. لكن احنا للاسف مقصرين جدا في الحته دي، بنروح قبل البطوله باوقات قصيره جدا قد تكون ساعات، ما بنبقاش عارفين الكور اللي هنلعب بيها عامله ازاي، ما بتكونش لدينا اصلا. يعني انا بحاول اوفر الكور بشكل شخصي، بس انت بتتكلم عن 5 لاعبين في المنتخب، فلازم الموضوع يحصل بمستوى اعلى من ان هو مجهود شخصي من اللعيبه. انت بكده في حوار سابق قلت ان مستقبل مصر في تنس الطاوله مرعب، فانت لسه عندك يعني بالكلام طبعا اللي انت قلته ده، هل لسه عندك نفس النظره ولا شايف ان لا في تحركات وفي خطوات بتتاخد في مصر بان الوضع يختلف ويتطور ويبقى احسن؟ انا بعد الاولمبيك جيمز انا كان عندي طاقه ايجابيه، بعد طوكيو كان عندي طاقه ايجابيه كبيره جدا، وكنت حاسس ان تنس الطاوله في مصر هتبقى يمكن بعد الكوره، لان فعلا هي كل الناس لعبت تنس طاوله، والناس بدات في الشارع يتحرك لما يشوف تنس الطاوله في الشارع، والناس في الكافيهات وفي المطاعم تتفرج على تنس الطاوله على المستوى العالمي الكبير. حتى في دوره العاب البحر المتوسط كان في ناس بتتفرج على ماتشات قبل النهائي والنهائي في الشارع عندنا في مصر. في الجول هنا كان بيذيع كل الاخبار لينا سواء على المستوى الدولي او القاري او حتى المحلي، فالناس بقوا حابين تنس الطاوله. فكنت حاسس ان في حاجات كتير هتحصل، ولكن على ارض الواقع لما تيجي تشوف الحاجات اللي حصلت خلال التسع سنين الأخيرة، هتلاقي تنس الطاولة واقعيا ما تقدمش خطوات كتيرة من ناحية الشعبية أو من ناحية الإنجازات اللي بتحصل حتى على مستوى التنظيم. ما بننظمش كاس عالم، ما بننظمش بطولات عالم هنا في مصر، مع أن أنت عندك إنجازات كويسة ومعطيات كويسة.
فانا حاسس ان في عدم يعني توازن. اتمنى ان شاء الله ان المسؤولين يبتدوا ان هم يهدركوا الحكايه دي، وان هم فعلا يستغلوا فرصه شعبيه اللاعبين اللي موجوده حاليا، لان هي ممكن ما تبقاش موجوده بعد كده، وان هم يطوروا من تنس الطاوله بحيث ان زي ما انت بتقول ان المستقبل فعلا يبقى افضل، لان الوضع الحالي يعني المؤشرات ممكن ما تكونش قوي في صالحنا حاليا. خلينا ننتقل بقى لبطولة افريقيا، وعمر عصر بطل افريقيا للمرة الثانية على التوالي. الفرق ما بين 2023 و2022 في البداية، وطبعا انا عارف ان في قصة كبيرة في 2023 مختلفة واصعب كمان من 2022، سواء وصولك المبكر لكينيا واصابتك وخوضك البطولة كلها تقريبا وانت مصاب وبتتعالج وبتحاول دايما ان انت تحقق حاجة لمصر، وده طبعا حققته، والف مبروك. الله يبارك فيك. فحكي لنا بقى كواليس 2023. شوف، هي البطولة أصعب في حياتي، يعني أنا بطولة أفريقيا دي هفضل دايما فاكرها، لأن أنا مريت فيها ببعض المحطات أنا ما مريتش فيها بأي بطولة تانية سواء في أفريقيا أو خارج أفريقيا. اللي حصل إن أنا كنت البطولة دي مهمة جدا بالنسبة لي، ويعني كنت بدعي ربنا إن شاء الله إن أنا أكسبها عشان يكون اللقب العاشر، وعشان يكون كأس أفريقيا للتالت مرة. فقلت هحضر بقى ليها كويس قوي، يعني هروح قبل البطولة بفترة كافية. كان المنتخب رايح قبل البطولة تقريبا بيوم واحد، أنا قلت هروح قبلها بثلاث أيام، لأن كينيا هي على مستوى مرتفع جدا من البحر، الكرة هناك بتطير يعني بشكل يعني فظيع، بتاخد وقت كبير عبال ما تعود على الكرة عبال ما تزبط النفس. فروحت قبلها بثلاث أيام، وسبحان الله أول تمرينة كنت بتمرن مع دينا مشرف، اللي حصل إن فجأة حصلت إصابة وألم في العمود الفقري بشكل أنا ما جاليش قبل كده بدون سابق إنذار. لقيت فجأة الألم موجود، مش قادر أن أنا أعمل أبسط الحركات، وفجأة بقيت خلاص وقعت على الأرض، المضرب على الأرض وكل شيء. والحمد لله أن كان ساعتها معايا المعد البدني بتاعي، وهو الحمد لله كان له دور كبير قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني يحصل إسعاف بشكل سريع. طبعا الاسعاف جت وبدات الناس يعني تساعدني، الفريق الطبي في كينيا، كان لسه منتخب مصر ما جاش، كنت لسه لوحدي هناك، وكلمت الدكتور المختص عندي في المانيا، وهو مع الدكتور في كينيا قدروا ان هم يوصلوا لبعض الحاجات اللي ممكن تساعد في ان الالم يبدا يخف شويه. بس طبعا انا سامع الحوار اللي بيحصل، هم بيقولوا ان في استحاله ان احنا نقدر نلعب البطوله يعني، وخلاص بقى ان احنا يعني نصدق او نتقبل فكره ان بطوله افريقيا 2023 هيحصل اعتذار عنها. بعد كده جه منتخب مصر، سمع طبعا اللي بيحصل، بقى تتكلم مع الكباتن مع المسؤولين، فخلاص الناس كلها بقت يعني عندها يقين ان خلاص عمر مش معانا، وان شاء الله ربنا يوفق زمايلي محمد البيلي ويوسف عبد العزيز. اللي حصل ان بعد ما اخذنا يعني اول حقنتين بدا الموضوع يبقى افضل شويه، بس برضه مش لدرجه ان انت تلعب رياضه بشكل عام، يعني انت لسه قاعد على السرير مش قادر تعمل حاجه. بس الحمد لله واحده واحده قلت لهم انا خلاص هجرب وهلعب. الحمد لله اول مباراه كانت صعبه، اللي بعدها بقى اسهل، والحمد لله على ماتش قبل النهائي بدا الموضوع يرجع تاني بشكل يعني اقرب للطبيعي. ماتش النهائي انا لغايه دلوقتي برضه الحمد لله يعني متسهيل ربنا، الماتش كان يمكن من اسهل الماتشات اللي انا لعبتها ضد ارون، احنا اخر تقريبا 12 سنه بنلعب النهائي تقريبا مع بعض معظم الوقت، الماتش دايما بيطلع 4-3 سواء ليا او ليه. انت النهارده تتكلم ان ارون كان من افضل 10 على مستوى العالم من شهرين، النهارده هو رقم 12 على العالم، ان المنافسه صعبه جدا، بس الحمد لله يعني ربنا وفق وربنا الحمد لله حسم اللقب يعني اولا لمنتخب مصر ثم ليا. دي حاجه انا مش هنساها، بعد اصابه كنت انت مش قادر تتحرك، ليه؟ ان ربنا يكرمك بميداليه ذهب وكاس، فالحمد لله جدا يعني الحمد لله. طيب انت بتقول انت كنت انت وارونا كوادري نجم نيجيريا واسطوره الكره الافريقيه في تنس الطاوله بتتلعب يعني بتلعبوا مع بعض دايما نهائيات البطولات الافريقيه، ايه اللي اختلف في النهائي ده بالذات عشان تكسب 4-1 بسهوله على عكس النهائيات اللي كنت بتكسبها 4-3؟ لو قلت لك اي اجابه غير ان دي تسهيل ربنا هبقى بضحك عليك، يعني هي فعلا تسهيل ربنا. انا فعلا يمكن عملت اقل مجهود ممكن في التحضير، اقل من اي مباراه تانية، لان انا كل اللي همي ان انا ما يجيليش الالم في المباراه واضطر ان انا اعتذر خلال المباراه، يعني هو ده كان الدعاء الوحيد، يا رب يعني ربنا يعدي البطوله دي على خير بدون اصابه تكون فعلا محتاجه تدخل جراحي او عمليه بشكل، انت بتتكلم في العمود الفقري
اي حاجه ممكن تحصل حساسه جدا ممكن تاثر عليك بشكل عام. فانا كنت بس بدعي ربنا يا رب ربنا يعديها على خير. في البطولات الثانيه كنت بدعي يا رب اخد اول يعني. فطبعا الموضوع اختلف تماما لدرجه هقول لك موقف يعني برضو الناس ممكن ما تبقاش عارفاه. انا من النوع اللي بسخن بشكل عنيف قوي قبل الماتشات يعني لازم انزل الماتش جاهز وسخن وعرقان ومغير تيشرتين مثلا او كده. الماتش ده الوحيد اللي انا ارونا كان قاعد بيسخن ويعني واخد راحته في التسخين وانا قاعد احاول اسيف الانرجي على قد ما تقدر بس للماتش. فيعني دي من الحاجات الغريبه لدرجه ان هو كان بيقول لي احنا ماتشنا كمان نص ساعه انت ما بتسخنش ليه. بس يعني الحمد لله ربنا كرم بالكاس يعني بفضل ربنا. وانا مبسوط قوي ان الكاس اتحسم لمصر يعني ان النهائي لو كان بيني وبين البيالي الطبيعي البيالي كان هيلعب ارونا وانا كنت بدعي يا رب ان شاء الله ربنا يوفق محمد البيالي ويبقى النهائي مصر في مصر واي حد يكسب مش فارقه. بس طالما وصلت انا وارونا في النهائي فطبعا يبقى لازم الواحد هيحسم الكاس لينا احنا مش لحد تاني يعني. دي برده من الحاجه اللي انا ببقى دايما عندي غيره. طب هو ليه منتخب نيجيريا هو اللي بياخد الذهب؟ ليه منتخب نيجيريا او ليه منتخب تاني مش احنا؟ يعني انا دايما شايف ان احنا لازم مصر في تنس الطاوله في باقي الالعاب تبقى في منطقه او في مكان افضل بكتير من اللي هي موجوده فيه حاليا. واعتقد المكان ده هو المركز الاول يعني فعلا ده المكان اللي يليق بمنتخب مصر. انك بقى اتكلمت عن نيجيريا، ليه نيجيريا متفوقه او مكتسحه مثلا زي ما البعض بيقول في كره تنس الطاوله؟ ليه؟ اولا النيجيريين اذكياء جدا. لما طلع ارونا وعمل ضجه اعلاميه كبيره والناس سواء في مدينته في ليجوس او في نيجيريا بشكل عام حصل تحرك شعبي معاه والناس بقت بتشوف ماتشاته في الشارع وصوره تلاقيها في الشارع لما بنروح ليجوس في نيجيريا اوبن. على فكره ده كان حاجه انه يمكن مشهور في ليجوس اكتر من مشهور في مصر. ده حاجه غريبه جدا يعني فعلا. لما مثلا اروح في ليجوس مثلا المطار او في الشارع كتير قوي 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 الاقي الناس بتكلمني تقول لي اه بطوله افريقيا ضد ارونا ومش عارف. الماتشات بتاعتنا بقت كلاسيك عامله زي رافائيل نادال وفيدرر لان احنا 12 سنه بنلعب تقريبا كل النهائيات مع بعض. فالناس بقت حافظه الماتش وبقت مستنياه. بالذات لعبنا ماتشات كتير قوي في نيجيريا في المدينه دي تحديدا وهي مدينه كبيره. فالنيجيريين استغلوا الحته دي ولعبوا عليها كويس قوي. بداوا ينظموا بطولات كبيره بطولات عالميه هناك. بدا يجي لهم رعاه والتلفزيون بدا ينقل والاعلام بدا يهتم يعني صحف كبيره وويب سايت زي في الجول هناك بدات ان هي برضو تنقل الماتشات بشكل لايف. من هنا بدا يجي لهم دعم كبير دعم محلي غير الدعم الدولي. فبالتالي بدا ان هم فعلا يبقى عندهم معسكرات يبقى عندهم بطولات وبداوا يتفوقوا. طيب انت في نهايه 2022 قبل المباراه النهائيه يا رئيس البعثه جاب لك فرايد تشيكن. فانت في 2023 قبل النهائي عملت ايه؟ يعني اكلت ايه قبل النهائي؟ لا لا انا كنت في البطوله دي صايم تقريبا. انا كنت باخد الدواء بس ويعني كنت مقلل جدا في الاكل. شوف هقول لك حاجه برضو احنا لما نيجي نقول الحاجات اللي بتحصل في الكواليس ما بين المسؤولين وبين اللعيب ما بنبقاش قصدنا اي حاجه تانية غير ان احنا نوضح الصوره للناس كامله. لان انت في الاخر خالص تيجي تنزل الشارع بتقابل حد يقول لك والله انا ابني بيلعب تنس طاوله ويا رب ان شاء الله يا عمر ربنا يوفقك بميداليه عالميه. بيكلمك انت ان هو حاطط فيك امل او بدعي ان انت توصل بحاجه بتنس الطاوله. فهو كمان ليه حق ان هو يعرف التحديات اللي موجوده ويعرف الصوره كامله. مش بهدف انت تشهر بحد او تقول حاجه حصلت، لا احنا بنقول حاجات فعلا واقعيه واحداث بتحصل. ساعات بيبقى فيها حاجات طبعا مضحكه زي موضوع فرايد تشيكن بس احيانا لازم توضح للناس ايه اللي بيحصل ورا البطوله. من بطوله افريقيا بقى وبطلها الى كاس العالم او بطوله افريقيا في جنوب افريقيا بعد فتره قليله جدا، كيف تستعد ليها وطموحك فيها ايه ان شاء الله باذن الله؟ بطولة العالم إن شاء الله فهتبقى في دوربن في جنوب أفريقيا. متحمس جدا إن بطولة العالم أخيرا جت في أفريقيا، بقالها كتير قوي ما جتش في أفريقيا. فرقم واحد هيبقى عندنا مشجعين كتير قوي هناك في جنوب أفريقيا بتحبنا كمنتخب مصر وبتتابعنا سواء على المستوى الفردي أو على مستوى منتخب مصر، فدي حاجة برضه هتبقى في صالحنا. نفسي إن شاء الله إن احنا نعمل حاجة بحيث إن احنا نعمل حاجة تاريخية. يعني يبقى في مثلا ميدالية لمنتخب مصر، يبقى في حاجة بحيث ان احنا ندي دفعة او امل للناس. لان حاليا انا حاسس ان في تنس الطاولة في تحديات كتيرة قوي
ان تنس الطاولة للأسف على المستوى الممارسة ناس كتيرة بدأت تقلل ممارستها او توقف ممارسة تنس الطاولة عشان التحديات وعشان الأسعار وأسعار المضارب وأسعار الأدوات. مفيش حاجات كتيرة بتحصل، مثلا مسؤولين تنس الطاولة المفروض يعني يروجوا شوية لتنس الطاولة او حاجة زي كده، يعملوا حاجة زي السكواش ما بيعملوا مثلا بطولات الأهرامات وحاجات زي كده. احنا عندنا الموضوع ده قليل جدا، فأنا بجد نفسي أعمل حاجة تبقى تحفيزية ان الولاد الصغيرين والبنات يبتدوا ان شاء الله انهم يقولوا اه نفسي انا كمان ربنا يكرمني واكسب بطولة العالم من الصينيين ومن الاسيويين، لان هو ده التحدي اللي موجود. صدقني الموضوع في الاخر خالص بيبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى والخطة والاعداد الكويس والبرفورمانس اليومي، ادائك اليومي. انت ممكن تصحى الصبح تكسب مالون تلعبه كمان نص ساعة ما تكسبوش، فدي حاجات برضو مهمة جدا ان الناس تبقى عارفها. في امل وفي فرصة كبيرة ان احنا نكسب ميدالية او بطولة عالمية ان شاء الله. حظوظ مصر في بطولة العالم في جنوب افريقيا هتكون ايه؟ اللعب على ميدالية او يعني تمثيل بل وصول لابعد نقطة ممكنة؟ شوف احنا او يعني دايما اي بطولة بنروحها بيبقى عينينا على منصة التتويج ايا كان البطولة، اولمبياد، بطولة عالم، بطولة افريقيا اصغر او اقل، احنا علينا على منصة تتويج ان ده اللي يليق بمنتخب مصر. كويس، دي رقم واحد. رقم اتنين، بالارقام اقرب ناس ان هم كانوا ربنا يوفقهم ويعملوا حاجة في بطولة العالم كان الزوج المختلط دينا مشرف وانا، لان احنا لسه من اشهر قليلة ربنا وفقنا وكسبنا رقم اتنين على العالم، الزوج من هونج كونج في بطولة الاردن، ومع رقم واحد على العالم احنا كنا يعني تقريبا خلصنا الماتش 1-0 و8-3. بعد كده بعض الغلطات الفنية مننا أو بعض التركيز الماتش فلت، بس أنت بتتكلم مع رقم واحد على العالم فأنت بقيت ند ليه، فده كان أقرب حاجة. أنا عايز أقول لك يعني آسفا للأسف إحنا دينا وأنا مش هنلعب المرة دي، وده عشان مش عايز أقول بس ده يعني حاجة زي ما تقول مثلا إيه ما تتسماش غير غلطة حصلت، بحيث إن إحنا المنتخب عندنا ما حصلش إعداد لازم إن إحنا لازم الأول كنا نلعب بطولة أفريقيا. دينا وانا طلبنا ان احنا يبقى فيه ان احنا نريح بطولة افريقيا، واحنا ما كناش على علم بالرولز او القوانين ان دي مؤهلة لبطولة العالم، ودي حاجة مش بتاعتنا كلعيبة، يعني دي خطأ اداري ان انت لازم تكون على دراية ان دي البطولة دي مؤهلة، فانت ما تقدرش تريح هنا. احنا كنا ممكن نريح في ايفنتات تانية في الزوجي مثلا او ممكن في بعض الحاجات في الفرق، لكن هرجع لك تاني للمشكلة، احنا ليه بنطلب نريح؟ طلب نريح لان مفيش معسكر بيسبق البطولات بيطالبك مره واحده ان انت تيجي من البيت حرفيا وان انت تشترك في اربع ايفنتات، كل واحده فيهم بيبقى عدد المباريات هايل جدا كلها معموله في اسبوع واحد، فطبعا الاصابه وارده، الاخفاق وارد، فانت الاعداد مهم جدا عشان نقدر ان احنا فعلا نلعب كم الماتشات دي. ما ينفعش ما تبقاش عامل معسكر تيجي تقول لي العب كميه الايفنتات دي، يعني دي حاجه برضو احنا بنطلبها ان شاء الله من المسؤولين ان هي تتحسن الفتره اللي جايه بالذات واحنا داخلين على تاهيل الاولمبياد باذن الله. انضممت الى الاهلي للمشاركه في المرحله الاخيره من المسابقات، قول لنا بقى الفتره الجايه مشاركتك مع الاهلي هتكون عامله ازاي وايه التحديات اللي انت هتاخدها مع الاهلي؟ النادي الاهلي انا ليا طبعا ذكرى جميله جدا مع النادي الاهلي، يعني انا لما انتقلت لتشوق من نادي تشوق الى النادي الاهلي بسن صغير بدأت رحلتي مع النادي الأهلي في بطولات من الناشئين إلى الرجال، فهجيلك طبعا من الآخر، يعني إن آخر حاجة الحمد لله كان لقب الأندية العربية في الأردن 2021، وكان النادي الأهلي فاز بالبطولة بدون محترف، وأنا الحمد لله يعني شرفت إن أنا كنت مشترك مع النادي الأهلي، ودينا تاني الحمد لله راجعين هنلعب إن شاء الله الدوري الممتاز مع النادي الأهلي يبدأ بكرة إن شاء الله في الإسماعيلية، وبطولة صعبة لان فيها محترفين يعني على مستوى فني عالي، في صينيين، في لاعب اسمه انطوان هاشارت نادي ام بي جايبه، نادي لاعب فرنسي هايل برضه. فالكويس طبعا في النادي الاهلي ان احنا دايما بنحترم كل الانديه، نادي الزمالك عنده فريق قوي، نادي ام بي عنده فريق قوي، نادي سبورتنج، فاحنا دايما محترمين الخصم ودايما بنبقى شايلين هم الماتش، فربنا يا رب ان شاء الله ناخد ماتش باذن الله، ويا رب ربنا يوفقنا باللقب زي ما تعودنا ان شاء الله من الاهلي. بانك عايش في المانيا، ايه اكتر حاجه استغربتها لما شفتها هناك؟ شوف اول حاجه جت يعني خطفت عيني كده وانا لما رحت لالمانيا كميه الاكل،
يعني الألمان بياكلوا بجد كميات كبيرة الريبزات الرياضيين، يعني دي حاجة أنا مكنتش برضو متخيلها. يعني كنت دايما عارف ان الأوروبيين عارف بياكلوا كده أقل مننا شوية خليط خفيف، بس لما رحت هناك لا، لو هتاكل مع واحد ألماني انت يعني انت داخل تحدي. وأنا أكيل يعني أنا باكل كتير، بس بالنسبة لهم لا أنا أكلتي خفيفة بصراحة. طيب في شاب مصري رايح ألمانيا، فايه الخمس النصايح اللي انت ممكن تديها له؟ أولا الشغل، يعني هتتعب في الشغل. الألمان زي ما بيقولوا عليهم ماكينة ألمانية، ده حاجة حقيقية. هم بيشتغلوا عدد ساعات مهول، ففكرة ان انا كل شوية اخد بريك او ان انا هعمل تليفون او اي حاجة انت ممكن يعني تتخيلها هم عارفينها وغير مقبول. هتشتغل يعني هتشتغل. الحاجة التانية الألمان يعني زي ما قلت وقت شغل شغل، وقت الأجازة أجازة، دي حاجة صح. ولو انت جيت في وقت الأجازة بقى كلمت واحد في الشغل هتاخد رد فعل برضو وهواش لطيف. دي برضو من الحاجات. يعني عموما الألمان بيتحققوا قوي من أي معلومة انت بتقولها. يعني ساعات كده الواحد ممكن يقول رأي في حاجة ومش متأكد قوي منها، زي ما تقول كده ايه، ممكن يفتي أو يقول حاجة كده، فتلاقي الألماني ما سابكش في حالك. يعني هتلاقيه راح جاي مطلع موبايله وفتح جوجل وبيتأكد فعلا اللي انت قلته ده صح، مع انت عادي يعني قلت الكلمة بهزارة أو قلت الكلمة. فدي برضو من الحاجات اللي لو انت هتقول حاجة لازم فعلا تكون متأكد منها. لو انت هتقول هتعمل حاجة لازم فعلا تكون بتعني ده. يعني الألمان بياخدوا الكلمة من بوقك كأنها عقد، فهم جد قوي. يعني الشعب الألماني شعب. طب ايه مثلا حاجة انا ممكن لازم اسافر بيها وانا رايح ألمانيا؟ لا اعتقد مفيش حاجة معينة، الألمان عندهم كل حاجة. يعني ما اعتقدش ان في حاجة معينة انت ممكن هتبقى محتاجها ومش هتلاقيها هناك. يعني حتى الاكل المصري كل شوية بكتشف مكان مصري جديد بيعمل اكل مصري جميل جدا في ألمانيا. فما اعتقدش ان ألمانيا من البلاد اللي انت ممكن توحشك حاجة وما تلاقيهاش، يعني عندهم كل حاجة. طيب لو هنقول ان في 3 ايجابيات في الحياة في ألمانيا فايه هي؟ لا ألمانيا إيجابيات فيها كتير. أنا شايف بصراحة من أجمل البلاد اللي الواحد ممكن يعيش فيها هي ألمانيا. شعب عظيم بجد، زي ما بقول لك عندهم جدية في الشغل، دي أول إيجابية. عندهم برضو موضوع العيلة والواحد يبقى متمسك بعيلته، عشان كده تلاقي عائلات كتير عاملين بيزنس مع بعض، سواء في الرياضة تلاقي حتى عيلة عاملة نادي تنس طاولة، عيلة عاملة نادي كورة. شعب ذكي ما يضحكش عليه بسهولة، فمتهيألي يعني عندهم إيجابيات كتيرة قوي. طبعا لو إحنا طالما قلنا الإيجابيات لازم نقول 3 سلبيات في الحياة في ألمانيا. أول حاجة لازم تبقى بتتكلم ألماني، لأن أنت لو ما بتتكلمش ألماني هتلاقي ناس كتيرة برضو إيه مش حابة أن هي تتكلم بلغة تانية غير الألماني. لو إنجليش هتمشي حالك بالإنجليش، بس يفضل ألماني، لأن بالذات الناس الأكبر منك في السن ممكن ما يبقوش حابين قوي انك انت تكون ما بتتكلمش اللغه اللي انت في البلد فيها. يعني السلبيه الثانيه ممكن الهزار، يعني انت برضو ايه لو قعدت ترمي افيه هنا افيه هناك يعني لازم تبقى في اللطيف منه شويه. السلبيه الثالثه في المانيا الشغل، لان انت فعلا هتلاقي نفسك بتشتغل عدد ساعات كتير قوي، فبالتالي دي برضو من الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها شويه. ايه 3 حاجات وانت في المانيا مفتقدها؟ يعني مثلا حاجات انت بتشوفها هنا في مصر او بتعملها هنا في مصر بتفتقدها في المانيا. السهر، يعني لو انت مثلا في مره حبيت تخرج مع اصحابك وتسهر مثلا في يوم، هناك الدنيا بتقفل بدري قوي. معظم المدن العاديه مش الكبيره مش العاصمه مثلا، تتكلم مثلا في الساعه 6 7 كله كده خلاص. احنا عندنا في مصر لا الدنيا مطوله شويه. البحر عموما، يعني احنا عندنا هنا الساحل الشمالي، العين السخنه، شرم الشيخ، حاجات جميلة. هم أصلا بيجوا عندنا عشان الحاجات دي. هناك البحر ما هوش البحر قوي، يعني تحس إن إيه البحر كده نص نص، يعني عارف لا مش موجة، الشط أنت مش مرتاح قوي أنت قاعد. بما إنك بقى عايش في ألمانيا قول لنا أغرب الكلمات الألمانية أو كم كلمة ألماني كده وعيب يعني إيه بالعربي. شوف هي اللغة الألمانية مليانة كلمات غريبة. أنا أول ما رحت هناك يعني كنت حتى بسأل على أسهل الكلمات اللي واحد ممكن يتعلمها. فمثلا وانت بتلعب مثلا لو جبت نقطة حظ أو حاجة يقول لك جلوكليش، فدي كلمة برضه تقيلة. يعني أصلا انت وانت عايز تحفظها أو عايز تقول لواحد مثلا سوري تقول له انشولديجونج مثلا، فانشولديجونج يعني انت في الإنجليش بتقول سوري خلاص فاهم، لكن دي انت محتاج تحفظ كتير. يعني انا دلوقتي لو قلت أي حاجة وانت عايز تقول لي سوري فتقول لي انشولديجونج دي على طول؟ يعني أقول لك انشولديجونج على طول.
وبيحاولوا يقولوها انا قعدت مني فتره كبيره وكل ما اجي اقولها اتلخبط، فبقى اسهل بكتير قوي ان انا اقول اللي قدامي سوري ويفهم وخلصنا. يعني اصلا كلمه سهل اصلا اسمها اينفخ، دي صعبه. اه بالظبط. فكلمه سهله صعبه، فهي اللغه الالماني انت محتاج تذاكر فيها كتير. يعني انا قعدت اذاكر عشان يعني اتكلم شويه الماني، قعدت اذاكر اكتر مما ذاكرت يمكن في الجامعه وفي الثانويه العامه. طب ايه اقرب موقف حصل لك بسبب اللغه الالمانيه وانت في المانيا؟ كتير كتير. مثلا ابقى راكب الاوتوبيس مثلا واحاول اسال مثلا النكست ستاسيون اللي هي المحطه الجايه مثلا، فهو الراجل يجاوب عليا ويجاوب عليا بالتفصيل، يقول لازم تنزل مش عارف بعد ايه والكلام ده كله حاجه، طبعا اروح جاي نازل محطه تانية خالص. فدي حصلت كذا مره في القطر اكيد، او في اي أو اي حاجه بقى في الحياه اليوميه. اللغه الالمانيه انا بالنسبه لي حصل يعني اول 3 سنين ده كانت موضوع صعب جدا، كنت بحاول انا انفد بالانجلش بس ما كنتش عارف بقى. طيب لو هتنصح الناس تتفرج على مسلسل الماني غير دارك يكون مسلسل ايه؟ هو دارك احسن واحد يعني بالنسبه لي انا، كنت لان هو مسلسل حلو في سيزونز وانت هتتشدله، فمتهيالي ده من اكتر المسلسلات اللي الواحد ممكن يتفرج عليها ويتعلم الماني. كمان في برضه للناس اللي بتحب بقى الفاشن والحاجات دي، في برضه مسلسل او برنامج اسمه توب موديل، ده برضه مشهور قوي بتفرج عليه، بس ده عايز عيله اكتر يعني، ده لو حد بقى مع العيله ممكن يتفرج على توب موديل، ده برضه كويس لطيف. طيب خلينا بقى ننتقل معاك لمصطلحات تنس الطاوله في الشارع. انا هقول لك المصطلح وانت تحاول تشرحه للناس عشان برضه اللي ما بيلعبش يبقى عارف. سيرف بسبوسه. سيرف بسبوسه هو المصطلح ده جه من لما حد بيبقى مثلا بيأجر، لما كنت رايح أجر مع اصحابي مثلا بنج في الشارع، فكان يجي حد مثلا يقطع السيرف كده من تحت، فكان يجي يقول لك كأنه بيقطع بسبوسه، ده سيرف بسبوسه. دي من الحاجات اللي احنا كنا بنقولها دايما. سيرف حرام. سيرف حرام ده اللي انت من تحت ايدك تلعبه من غير ما اللي قدامك يشوف. انت بالعادي بتلعب السيرف ايه؟ بترفع الكوره مثلا وبعد كده بتلعب السيرف. لا ده بيلعبه من تحت ايده على طول. سيرف الدوده. سيرف الدوده متهيألي ده اللي انت بتلعب الكوره او بتلعب السيرف ومتبقاش عارف الاتجاه رايح فين، فتبقى تلاقي الكوره بترقص كده جايه لك. طيب جيم اندر. جيم اندر دي مشهور لان كان دايما يجي حد يلعبك يبقى اجمد منك شويه يقول لك انا هاندرك. هاندرك يعني مثلا هكسبك 21-9 21-5 اي حاجه تحت العشرة. زمان دلوقتي الجيم بقى من 11، فبالتالي يبقى اي حاجه تحت الخمسه بقى 11-2-3. طيب خمسات وثمانيات. ده برضه مصطلح متهيألي ان انت تنزل يعني مثلا 2020 او 21-21 فيقول لك مثلا ايه خمسات، فتنزل مثلا خمس نقط او تلعب 15-15 او 8 نقط على حسب، يعني مش متاكد قوي بس يعني في السكه دي. طيب لطشه. لطشه متهيألي انت تشوط الكوره يعني زي سماش اللي احنا بنقول عليها سماش، بس هي يعني اصلها احنا يعني بعد ما تهدمنا قلنا عليها سماش، الاصل بتاعها كان لطشه. طيب غرفه. الغرفه دي صعبه. دي برضه ممكن متهيألي حاجه تبقى مثلا حاجه فيها سبين او حاجه انت تلعب الكوره يعني بحرفنه شويه. لو ما كنتش لاعب تنس طاوله كنت تحب تبقى ايه؟ او كنت تبقى ايه يعني شغال ايه دلوقتي لو مش لاعب تنس طاوله؟ والله هبقى اي حاجه في تنس طاوله برضه يعني، متهيألي اكيد كنت هبقى بشجع تنس طاوله، بتفرج على بلعب يعني بدرب تنس طاوله، اي حاجه في تنس الطاوله متهيألي. طيب مين فريقك المفضل في الكوره؟ انا بحب ريال مدريد عشان هم يعني مستمرين ده او يعني مستواهم ثابت شويه اكتر الناس المستوى ثابت. بتفرج طبعا على ليفربول، ممكن اليوفي احيانا برضه كنت نابولي يعني حاجات كده، يعني بحب الجو بتاع الجماهير والحاجات اللي بتحصل ما بينهم والقصص، بحس ان هي فيها دراما برضه شويه. لو ريال مدريد عدى من مانشستر سيتي في دوري الابطال هيكسب دوري الابطال السنه دي ولا؟ هيقلي متهيألي هم لما بيعدوا الحاجات الصعبه زي المره اللي فاتت كده، لما بيعدي الحاجات اللي بتبقى صعبه قوي الناس بتبقى فاكره ان هم مستحيله، تلاقي نفسه كده ايه واحد في الثاني في الثالث وصل للتايتل سبحان الله. يعني طالما كريم بنزيما موجود متهيألي في الاخر الموضوع بيبقى لريال مدريد. لو جات لك فرصه تلعب حد من المشاهير يعني ممثل لعيب كوره
اي شخص بس مش لعيب تنس طاوله، تحب تلعب مين وليه؟ احب العب محمد صلاح طبعا، يعني انا يعني اول ما ربنا وفقني وبقى في مضرب باسم عمر عسر كاول يعني لاعب عربي يبقى في مضرب مكتوب بالعربي، كان دايما المضارب عندنا في تنس طاوله بتبقى مكتوبه باللعيبه الصينيين او الاسيويين، فلما الحمد لله بعد طوكيو بقى في مضرب باسمي، فاول حاجه عملتها ان انا بعت مضرب هديه لمحمد صلاح في ليفربول، فيعني اتمنى ان هو يكون بيلعب بيه وبيكسب بيه يا رب. بحب العب برضو زمايلي اللي كانوا معايا في نفس السن، يعني انا نفس السن برضو او نفس الجيل بتاع كهربا، نفس السن بتاع ايمن اشرف، مع بعض نفس المدرسه، فمثالي الفتره الجايه وانا في الاهلي اكيد هكلمهم وان شاء الله نلعب مع بعض كمان. يعني لو لعبت كهربا وايمن اشرف تكسبهم كام؟ انا متهيالي هم جامدين لان انا بشوفهم بيلعبوا تنس طاوله، فمتهياليش هيبقى ماتش سهل، فيعني هم كمان زمايلي فمش هقدر ان انا يعني اكسب جامد. طب لو هنفترض ان انت هتلاعب محمد صلاح، ايه اللي اكتر حاجه ممكن كنت بتتفرج عليه في الفيديوهات وممكن تشوف ان هو لا ممكن يجيب مثلا عليك نقطه منها؟ هو محمد لعيب، يعني شفته بجد بيلعب، يعني ظاهر ان هو كمان كان مش بس بيلعب، يعني كان بيلعب كمان من قبل كده وهو في مصر، فهو ما شاء الله عليه، هو كمان فت، فهو صعب ان الواحد يعني سواء كنفس كمان هيبقى صعب ان الواحد يلعب ماتشات طويله، بس متهيألي هيبقى ماتش حلو، يعني انا متهيألي هيبقى ماتش حلو ومش هقدر اكسب جامد، يعني هيبقى في الاخر برضه الماتش قريب. لو هنفترض صلاح وكهربا وايمن اشرف، يعني اي حد من الثلاثه بما انت قلت ان هم الثلاثه بيعرفوا يلعبوا كويس، هل حد فيهم لو لعب بطولات تنس طاوله يقدر يكسب حاجه في افريقيا مثلا؟ صلاح ينافس باللي انا شفته في الفيديوهات بتاعت ليفربول، ممكن ينافس هنا في مصر، يعني لو لعب مثلا في الانديه او هنا ممكن يبقى يعني ممكن في افريقيا برضه. ايمن وكهربا شفت لهم حاجات بسيطه بس مش كتير، بس انا متاكد برضه ان هم لعيبه.